تقنيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت صباح هذا اليوم المصلحة الولائية الشرطة القضائية بولاية أنفاس تحت إشراف السيد ولي أنفاس من توقيف شخص سائق شاحنة اشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات. العملية ديال الإيقاف تمت ما بين مدينتي جرف الملحة وقرية با محمد، حيث أسفرت عملية التفتيش داخل الشاحنة عن حجز تقريبا ما يعادل 74 حزمة تزين إجماليا 2 طن ديال مادة الشراء وكذا مبالغ مالية بالإضافة إلى هواتف محمولة. هذه العملية هذه كتجي الثانية من نوعها في إطار المجهودات التي تقوم بها ولاية أمن فاس للصد من محاربة الجريمة بكل أنواعها وخصوصا ترويج المخدرات، حيث تمكنت المصلحة الولائية الشرطة القضائية الجمعة الماضية من إيقاف شخصين شبهة تورطهما في ترويج المخدرات وحجز طنين و300 كيلوغرام من مادة الشراء بالإضافة إلى مبالغ مالية وكذا هواتف محمولة، وقد تم وضع المشتبه فيه تحت حراسة نظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في حين تبقى الأبحاث جارية من أجل إيقاف جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي المتعلق بترويج المخدرات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.